الموضوع بيتعلق بأزمة نفايات الشمال. قدمنا باستدعاء قدام وزارة الداخلية، طلبنا إحالته لمحافظ الشمال القاضي رمزي نهران بخصوص ضرورة منح إذن بملاحقة رئيس وأعضاء اتحاد بلديات المنيا، من بعد ما صار فيه تحقيق وافي من قبل النائب العام البيئي بشمال القاضي غسان باسيل على خلفية الشكوى المقدمة من تحالف متحدون وشركائه. أدى هذا التحقيق أنه يطلب القاضي باسيل من محافظ نهرة بمنحه إذن بملاحقة رئيس وأعضاء اتحاد بلديات المنيا، بس للأسف المحافظ رفض منح هذا الإذن. واليوم وبما أنه التحقيق شرف على نهايته وأثبت تورط رئيس اتحاد بلديات المنيا وآخرين من الاتحاد ومقاولين ومتعهدين، ورغم ضخامة المخالفات والسرقات يلي صارت بأكبر معمل فرز نفايات بالشمال وخاصة المنيا، وتكاثر التلوث يلي أثر على البر والبحر والمي والهواء وأدى بصحة الناس وبحياتهم، ورغم الضغوطات يلي تعرض لها تحالف متحدون وشركائه مما دفع أحد الشركاء أنه يتراجع عن دعواه، بس نحن ما رح نوقف هون ورح نضل مستمرين بالمهمة، خاصة أنه التحالف بصدد عرض هذا الملف للاتحاد الأوروبي على خلفية الاختلاسات الهبات يلي تقدمت منه. رجعنا والتجأنا للمحافظ نهرة بطلب ثاني، نطلب منه إعادة النظر بقراره ويتوسع بالتحقيق ويرجع يمنح إذن بملاحقة رئيس وأعضاء اتحاد بلدية المنيا السابقين والحاليين المذكورين بالشكوى تحت طائلة اعتباره معرقل لسير العدالة بقضية فيها مسؤولية كتير كبيرة وبتمس بحياة وصحة الناس. نتأمل منه أنه يتجاوب معنا، وشكراً.